عيد القديسين بطرس وبولس في السنة المخصصة للحياة المكرسة هو يوم الرسامات للرهبنة الفرنسيسكانية في القدس، حيث احتفل بسيامة أوكو أندريا ورودولف بوجو وداود وفيليب وألبرتو وماري وفيلبرت. نحن سعداء جدا بأن نحتفل برسامة كهانة وشمامسة جدد في يوم عيد القديسين بطرس وبولس. إنها هبة لكنيسة القدس، للكنيسة جمعاء، شباب جدد أرادوا أن يضعوا كل حياتهم في خدمة المسيح والكنيسة. هذا جميل جدا. ستة كهنة وأربعة شمامسة من مختلف الأقطار تجمعهم ذات الهبة بعد أن أمضوا السنوات الأخيرة من تأهيلهم هنا في الأماكن المقدسة، وقد احتفل برسامتهم بوضع يد بطريرك اللاتين في القدس فؤاد طوال. وكما ذكر البطريرك في عظته، الرسامة هي نقطة الوصول بعد الدراسة والكثير من الخبرات والمعارف الإنسانية والكثير من التحضيرات، وهي أيضاً نقطة انطلاق بعلم ودراية. إنها انطلاقة ذات بعد عالمي. تضع الكنيسة في خدمتكم الوسائل لكي تتم رسالتكم، ومن بين هذه الوسائل صليب ينبغي حمله وتحمل سوء فهم الآخرين وارتداء عباءة فرنسيسكانية بالرغم مما يترتب على ذلك من نتائج. إنها رسامات تأتي في الزمن الصعب الذي يسود العالم، حيث تنتشر ثقافة العنف والموت. في الحياة الصعبة التي نعيشها في الشرق الأوسط هناك لحظات جميلة نشعر خلالها بقرب الرب منا، وفي لحظات أخرى لا نشعر به حيث يكون بعيدا عنا، عندئذ نتذمر. في هذه اللحظات يجب أن نشكر ربنا، وبصراحة كم هو جميل أن نكون معا عندما يعاني العالم كله من غياب الدعوة الدينية. من هنا بدأ كل شيء وسوف يستمر. نشكر الرب. فلنصلي من أجل كهنة الجدد، لنصلي من أجل كهنة المرضى والكهنة المضطهدين والكهنة الذين لا يملكون حرية التبشير ونشر الكلمة. لنصلي من أجل الجميع حتى تكون القدس موئلا للصلاة لا للعنف، وموئلا للسلام والتعايش بين جميع سكانها. هذه الرسامات هي هبة الله لحراسة الأرض المقدسة، وهي هبة حراسة الأرض المقدسة إلى الكنيسة المحلية والعالمية. Grazie a voi. Dio vi benedica tutti. Vi ringraziamo in nome della Chiesa.